اسمي علاء الدين بالحاج عمارة، عمري 22 سنة، لاعب رواق. تكونت في مدرسة النادي الأولمبي للنقل، تعديت بصنيف الشبان الكل ولعبت 3 سنين سينيور. عندي 7 أهداف مع السينيور سنة. جاوني عروض عمناول وولت عمناول وسنة، وحبثت النادي البنزرتي. إن شاء الله نعطي المردود اللي استناو فيه مني المسؤولين، ونقول حظ أوفر وحظ موفق للجمعية القديمة اللي هي نادي الأولمبي للنقل. اسمي محمد حزي، عمري 20 سنة، لاعب رواق، متكون في النادي الأولمبي للنقل. كلموني معناها برشا جمعيات، أنا اخترت سيابي خاطرها جمعية كبيرة، وزيد كلمني سي عبد السلام أول واحد وأقنعني باش نجي لهنا، وإن شاء الله نعدي عام باهي، وإن شاء الله ربي يسهل في كل ما هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة اسمي هبة عوانة، 18 سنة، لاعب الأولمبي للنقل، مريت بكل الأصناف في السي أو تي، معناها لعبت معناتها سنة كوب جونيور، وصلت فينال. المجهود نتاعي معناتها خدمه معناتها الإطار الفني والواحد في النادي الأولمبي للنقل، معناتها طلعوني سينيور في فان سيزون، عملت معناتها عام باهي فينال كوب. احسن ماتش مع النادي الرياضي بنزرتي هو معناتها كلموني فيه، وسي عبد السلام معناتها نشكر المسؤولين هنا، حكاوا معايا ومعناتها وشجعوني باش نجي للسي بي، جمعيه كبيره معناتها من احسن الجمعيات في تونس، هذا معناتها كوب دافريك من 5 جمعيات. معناتها جاتني عروض اخرى، ما خيرتني النادي الرياضي بنزرتي، معناتها جمعيه كبيره نجم نعطي فيها البلوس، وتنجم هي معناتها تعطيني برشا اضافه. ان شاء الله نعدي عام باهي، وان شاء الله ربي يسهل فيما خير معناتها مع النادي البنزرتي، وان شاء الله علاش لي نهزوا القاب وواحد يفرح الجمهور في سيابي. بسم الله الرحمن الرحيم. جينيرالمون ما نعملوش معناها انترفيو وقت اللي يبداو فما دي ريكروتمون ولا حاجه، سي لي جوور جوست اللي يتكلموا، ما هذا خيرنا باش نتكلموا باش نفسروا جوست الراي العام، الوضعيه نتاع اللاعبين هذوما بما انهم ينتميوا للفريق معناها هاوي، دونك باش ما نحبوش جماهير الملاسين الكل يتغشوا علينا، اللي هي جمعيه بالحق نحبوها وجمعيه عريقه، نتبعوا في اللاعبين هذوما معنا 6 شهور، كلمنا عليهم سعلي الكعبي من شهر ديسمبر اللي رفض في الوقت هذاك التسريح فيهم بما انه قال انه معناها يفضل انه يخلي لاعبين ويلعب على الصعود، وواحد نحييه معناها بالمناسبه على الحكايه هذيا وبارك الله فيه اللي خمم وقتها في مصلحة جمعيته قبل كل شيء. في الصيف بما أن على حسب علمنا ما فماش معناها هيئة موجودة على رأس الفريق، دونك ما نجموش زادا ولاد صغار كيفنا كان خليهم معناها اللي رانيهم فيهم بوتونسيال بقوة ربي، واللي نجم نوفروا لهم السبل الباهية باش ينجحوا بقوة ربي. إن شاء الله جماهير الملاسين ما يتغشوش عليهم على خاطر عندهم مستقبل، ويزوم إن شاء الله يشوفوا حاجة ما خير، وإن شاء الله ربي يوفقهم. وما نحبوش حتى احنا جماهير الملاسين نتغش علينا على خاطر كيف معناها قاعدين نعملوا في نيسيسير بما أنه فماش هيئة، دونك عملوا لي ديميسيون نتاعهم وقمنا بالعقد نتاعهم معناها أمور قانونية، واللي إن شاء الله معناها باش نطلبوا من الجامعة هي اللي معناها باش تقول لنا قداش نحطوا في خزينة النادي لكل لاعب، معناها فما حساب وفما باريم وكل شيء، والأولمبي للنقل باش ينتفع معناها بفلوس كيما الحباسي وكيما بوسنينة وقت اللي معناها خذيناها مع مناول. نتمنى كل النجاح إن شاء الله الأولمبي للنقل اللي نعاودها جمعية بالحق معناها تهز على انفسنا اللي هي موجوده في الوضعيه هذيك، وماذا بينا رواه ما خير، وان شاء الله معناها جماهير ملاسين ما يتغشوش على الوداد هذوما، يتمنوا لهم كل خير. سي معناها هي الدنيا كاك، كيما احنا عندنا جوارات يخرجوا يشوفوا حاجه ما خير كيما كاك، معناها توا سي الاحتراف، وان شاء الله ربي معاهم، وان شاء الله ربي مع نادي بنزرتي، وان شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل. السلام عليكم.